نرحب بنجم الاسماعيلي السابق الرائع وايضا الاهلي والزمالك كابتن احمد سمير فرج. يا مساء الانوار. مساء النور يا كابتن مدحت، وسعيد جدا اني متواجد مع حضرتك النهارده. انا اسعد ودايما بتنورني يا ابو كباتن. حبيبي يا كابتن. طيب عندنا تقرير على ابو كباتن نشوفه ونرجع تاني. أحمد سمير فرج واحد من أبرز اللاعبين أصحاب قدم يسرى الذهبية، فعلى الرغم من بدايته في مركز المهاجم إلا أنه برع في مركز الظهير الأيسر مع جميع الفرق التي لعب لها، فهو واحد من اللاعبين القلائل الذين دافعوا عن ألوان الثلاثة الكبار في مصر الأهلي والزمالك والإسماعيلي تاركا بصمة المدفعي الذي لا يخطئ شباك منافسيه. ولد أحمد سمير فرج في 20 مايو عام 1986 بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث بدأ مسيرته مع كرة القدم في سن 11 بين صفوف ناشئي النادي الأهلي، وخلال تلك الفترة استطاع أن يلفت أنظار الجميع إليه وانضم إلى المنتخبات الوطنية بجميع فئاتها. ظل فرج بين صفوف القلعة الحمراء حتى سن 17 عاما. لعب أحمد سمير فرج لأندية الأهلي والإسماعيلي والزمالك، إلا أنه عاش فترته الذهبية وأحرز أهدافا كثيرة خلال تواجده بين صفوف الدراويش، بعدها عاد إلى الأهلي لكنه لم يحظى بفرصة حقيقية خلال فترة تولي المدرب البرتغالي مانويل جوزي موسم 2005-2006 ليعود إلى فريق سوشول الفرنسي. استطاع فرج أن يقدم مع الدراويش موسم 2006-2007 مستويات رائعة، وكان قريبا من التتويج بلقب الدوري العام، لكن خسارة الإسماعيلي أمام الأهلي في المباراة التي جرت بينهما موسم 2008-2009. أما عن فترة تواجده في الزمالك موسم 2013-2014 فلم يتمكن من تقديم نفسه بسبب عدم الاستقرار الفني الذي شهده فريق القلعة البيضاء وقتها. خاض فرج تجربتين احترافيتين، الأولى في سن صغير مع سوشو الفرنسي والثانية بين صفوف ليرز البلجيكي، وقدم مستويات مميزة هناك. قبل اعتزاله لكرة القدم خاض فرج مع الدرويش موسمين قبل أن يخوض موسمين آخرين مع الداخلية لتنتهي مسيرته مع الساحرة المستديرة في عمر 32 عاما، تاركا خلفه المشاركة في 278 مباراة ومسجلا 27 هدفا وصانعا ل 38 آخرين مع جميع الفرق التي لعب لها. خاض أحمد سمير فرج مع المنتخب الوطني 19 مباراة دولية، كما شارك مع المعلم حسن شحاتة في بطولة كأس العالم للقارات عام 2009، وشارك في بطولة كأس العالم للشباب في الإمارات عام 2003. طبعا دي احلى ايام. دي الايام الجميله في حياه اي رياضي. دي حقيقه فعلا يا كابتن، الواحد بيشوف الحاجات دي بيحس ان هو زعلان شويه يعني. لان ساعتها هو اللاعب كره القدم مسؤول عن نفسه لوحده. بالظبط. بعد كده اذا اشتغل بقى في التدريب او في الاداره او غيره في المجال بيبقى عنده هم كبير. هم كبير. مظبوط يا كابتن. طيب هاخدك كده الاول الاسماعيلي سريعا باعتبارك كنت من النجوم الكبار قوي. كم سنه لعبت في الاسماعيلي؟ لعبت 8 مواسم. 8 مواسم ما شاء الله. كان معاك اجيال جباره. كتير عدوا كتير قوي. مين كان ابرز النجوم اللي لعبتها؟ لا كتير جدا يعني. من قول لي ابرز اسماء يعني. من حراسه المرمى صبحي، هاني سعيد، معتصم، شريف عبد الفضيل، احمد صديق، احمد الجمل، سيد معوض، محمد حمص، احمد فتحي، حسن عبد ربه، عمر جمال، عبد الله السعيد، عبد الله الشحات، احمد علي، ابو جريشه، يعني مش عايز انسى حد. كل واحد فيهم فرقه. محمد عبد الواحد برضه لعب في الاسماعيلي شويه. احمد فضل. كل دول لعبوا في الاسماعيلي. ما لحقتش ابو جريشه؟ ما اتمرنت معاه لكن ما كانش يعني، كان في اخر ايامه. محمد صلاح، كابتن محمد صلاح. الفاكهه ده. لا ده فاكهه الاسماعيلي. ده جميل. بيموتوا فيه. لعيب عظيم جدا. طيب النهارده الاسماعيلي لو بصينا الجدول في المركز قبل الاخير عنده 11 نقطه من 17 مباراه. 17 مباراه لعبها الاسماعيلي عنده فوز وحيد على اسوان 2-0، واكثر فريق تلقى هزائم عنده 10 هزائم. من وجهة نظرك ايه اللي وصل الاسماعيلي لهذا الحال؟ مش بس الموسم ده واللي فات ايضا كان موسم غير جيد للاسماعيلي. هو خلينا نتفق ان مجلس الاداره طبعا هو السبب ان النادي يوصل للمرحله اللي احنا فيها دي. ولكن من الموسم اللي فات زي ما حضرتك قلت، مش الموسم ده بس، من صفقات وتغيير اجهزه فنيه. انت بتتكلم النهارده مغيرين 7 اجهزه فنيه. ما بتحصلش حتى ولا في الدوري الهندي. انا اسف في اللفظ يعني، مع احترامنا للدوري الهندي طبعا. ولكن حاجه يعني كارثه ما بتحصلش في اي نادي. فكل سبع مدربين في 17 مباراه. بالظبط. وفي الاخر محصله
كابتن محمد وهب مسك مباراتين كسب اسوان. ده الفوز الوحيد اللي احنا كسبناه كنادي اسماعيل يعني. ده السبب من وجهه نظرك؟ طبعا ما فيش. طيب يعني تغيير المدربين واداره النادي بتغير مدربين تمام، هل انت شايف ان في حد من ابناء الاسماعيلي كان قادر على القياده ويستمر؟ اطلاقا. هو كابتن علي بوجريشه كان في البدايه جات فرصه ان هو يشتغل وعلى ما اعتقد انه ما حبش الوضع فما استمرش. ايوه. وقدم اعتذاره ومشي. كابتن علي بوجريشه انت عارف من الناس اللي هم في قبول جماعي عليهم. طبعا. اللجنه الفنيه اللي جت للامانه برضه عامله مجهود كبير جدا جدا، ودي اللي قدرت انها تتعاقد مع كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال اتعرض عليه في اكتر من مناسبه ان هو يكون متواجد داخل النادي الاسماعيلي، ولكن كان بيرفض رغم ان الظروف كانت احسن من دلوقتي. يعني هو مسك والنادي في المركز قبل الاخير. لا كان بيجي له المركز السابع وثامن والكلام ده ورفض. أيوه. ولكن وجود اللجنه الفنيه كابتن علي ومهندس مدحت وكابتن عماد سليمان للامانه برضو لازم نديهم حقهم. كابتن مدحت لا عاملين شغل ولا اروع، وفي نفس الوقت هم اللي اقنعوا كابتن ايهاب جلال ان هو يكون متواجد الفتره دي. غير كده ما كانش كابتن ايهاب هيجي مستحيل. ده الفوز الوحيد كان مع الكابتن محمد وهبه. محمد وهبه اللي اشتغل ماتشين، وبرده الكابتن محمد وهبه اللي يعني بعد ما عمل مباراتين كويسين جدا، مباراه البنك الاهلي ما كناش موفقين فيها، ومباراه المباراه اللي شغاله دي بتاعت اسوان كسبناها 2-0 باداء مميز جدا. وبرده مجلس الاداره ما ريحش الكابتن وهبه، كان ليه شويه طلبات اللي هي حق مشروع كابتن مدحت لاي مدير فني محترم. هم لما قال لك ده جاي مؤقت، لا هم اتكلموا معايا لان انا عارف ان انا متابع جيد للنادي الاسماعيلي. لا طلب يا كابتن مدحت حقوق مشروع لاي مدرب محترم بيطلبها. ما حدش اتدخل في شغله، مش عارف عايز ايه، الحاجات اللي هو الروتين الطبيعي في كره القدم. ومع ذلك رفضوا واستغنوا عنه. وده طبعا ما عجبوش، وانا بشوف ان ده موقف محترم. المدير الفني اللي يمسك ويحس ان هو هيكبر على حاجه وما يستمرش، انا بحترم المدرب ده. بالظبط، انا بتفق معاك طبعا. لا هو قيل كمان وقتها ان هم اعلنوا ان هو مؤقت فهو رفض الجمله دي. لا ده وده ما ينفعش كمان. لا طبعا أساساً. متفق مع حضرتك، ولكن ده اللي اتقال في الاعلام. لكن انا عشان يعني قريب جدا من الناس في اسماعيليه والكواليس رفضوا طلبات. بالظبط، وما طلبش برضه طلبات مشروع. هم كانوا بيتكلموا معاه في المرتب. قال لهم المرتب اللي انتوا شايفينه انه يليق بيا ويليق بنادي الاسماعيلي انا موافق عليه. ولكن في صفقات، في لعيبه، في حاجات ما تتمش، في حاجات هو عاوزها في الجهاز بتاعه. وده من حقه. فمن هنا مجلس الاداره السيستم بتاعه القديمه كابتن مدحت كان بيتدخل. يعني واحد زي عمر الوحش ما ينفعش يلعب. اوردر، ده امر. فكان بتيجي مدربين ما تلعبوش. مش بقول ان عمر الوحش لو لعب هو اللي هيكسب النادي، لا، بس دي من ضمن المواقف اللي لا تصلح في نادي كبير ومحترم زي النادي الاسماعيلي. طيب من وجهه نظرك ايهاب جلال هل يستطيع ان يعني يعلي من شان النادي الاسماعيلي؟ اول مباراه لعبها انت عارف طبعا لم يوفق امام سيراميكا، اتغلب 2-1. كابتن ايهاب جلال انا بشوفه من افضل المدربين المتواجدين على الساحه الكرويه. الشغل بتاعه والسيستم بتاعه بيضغي دايما بسرعه على الفريق اللي بيمسكه. كابتن ايهاب عنده مشاكل كتيره جدا مع النادي الاسماعيلي. ليه؟ لان هو من المدربين اللي بيحب يبدا الكوره من تحت. وكورته يعني بيحب يبدا، نفس الكلام كابتن علي ماهر. فالاسماعيلي حاليا خط الظهر ما عندوش اللي يقدر يعمل دي، ما عندوش اللعيبه اللي عندها الكواليتي ان هي والامكانيات ان هي تلعب كوره من تحت ويبقى في ريسك، لان انت عارف احنا كمان كاسماعيلي بننافس على الهبوط، فاللعيبه مش قادره تلعب بمزاج. فبالتالي لا اعتقد ان الموضوع هيبقى صعب جدا. ولكن الكابتن ايهاب انا بشوف ان هو من المدربين اللي كان لازم تكون موجوده في النادي الاسماعيلي من فتره كبيره. يعني قعدت معاه كتير، اتكلمت معاه وهو مدير كوره في النادي الاسماعيلي، اشتغلت معاه كتير، وحتى وهو مدرب قعدت معاه كتير لكن ما اتمرنتش معاه. لا مدرب تحب تتمرن معاه وتحب التدريب يبقى متواجد باستمرار مع الكابتن ايهاب، تمريناته كلها حلوه، بيحب يلعب كوره. فاعتقد ده هيضغي على اللعيبه، ولكن نخرج بس من المركز اللي احنا فيه. قبوله المهمة بعد نجاحه الكبير مع مصر المقاصة مغامرة؟ أنا بشوف انتحار للكابتن إيهاب. ليه؟ انتحار ليه؟ كابتن إيهاب عنده تحدي كبير جدا. إيه هو؟ إنه لحد دلوقتي ما نجحش مع ولا فريق جماهيري. الزمالك لم يوفق، المصري مش هقول فشل ولكن لم يوفق. فبالتالي مرحلة النادي الإسماعيلي هي الأهم في حياته. زائد إن الكابتن إيهاب كمان من المدربين القليلين يكاد يكون الوحيد اللي فيه إجماع عليه في إسماعيلية. الجمهور كله بيحبه وبينادي بيه، حتى لاول مره الماتش اللي فات اتغلب الناس ما فيش مشكله هندعم وهنسند، لان عارفين ان هو مدرب كبير جدا. فكل دي ضغوطات مع الكابتن ايهاب الفتره اللي جايه. هو طبعا تجاربه كان مع تليفونات بني سويف ومع امبي ومع المقاصه والزمالك والمصري. والمصري مسك شويه والزمالك لا شويه. لا المصري مسك اخر الموسم، بعد كده كمل الموسم من بدايته وسابهم في النص، والزمالك برده كانت بالزبط. فتره. ولكن الكابتن ايهاب برده عشان
ياخد حقه. انا يعني انا من عشاق الكابتن ايهاب جلال ليه يا كابتن مدحت، لانه في فتره قليله تحس ان السيستم بتاعه بيبقى بيظهر زي ما حصل مع انبي. انبي هو جه كان بينافس على الهبوط، كان شبيه كده بالنادي الاسماعيلي ومسك فتره قليله، فانبي بقى بدا يلعب كوره وبدا يعمل حاجات ما كناش بنشوفها للامانه. فمن هنا بقى بدات اركز مع كابتن ايهاب، لانه انا بشوف ان هو راجل يعني ما شاء الله عليه، هيقدر ان شاء الله ياخد الاسماعيلي في مكان تاني خالص ان شاء الله. تعاقد الاسماعيلي مع 11 لاعب دفعه واحده تجده من اسباب عدم انسجام الفريق؟ لا خالص، وانا كان ليا حلقه مع حضرتك السنه اللي فاتت واتكلمنا ان مش بالكم يا كابتن مدحت. انا مش عايز اجيب 11 لاعب على الورق ان انا جبت 11 صفقه، لا هات اربع لاعبين مميزين بثمن ال 11 لاعب يعملوا فرق. يعني هات اربع لعيبه اساسيين في الفرقه بتمن ال 11 لعيب، بدل ما اجيب 11 لعيب منهم اثنين بس اللي بيلعبوا الباقي كله كمان اتعدد. برافو عليك، انا اجيب 3 4 مؤثرين 100% وبنفس الثمن احطهم على المجموعه اللي عندي، خصوصا نحط تحتها 100 خط يا كابتن مدحت. النادي الاسماعيلي كان من موسمين لما بعنا لعيبه كتيره وبيراميدز اشترى والاهلي اشترى كان في مبلغ كبير جدا ما استفدناش بيه للاسف يعني. طيب هاخدك لجزئيه كده سريعا مسيرتك انت الشخصيه، وبعدين معايا جزء ثاني بعمله لنا صديقنا وليد الحسيني. طبعا. عن توافق او لا توافق، تتفق او لا تتفق. من خلال مسيرتك مع الثلاث انديه الكبار اهلي وزمالك واسماعيلي، ايه المرحله اللي انت ندمت عليها او القرار اللي انت ندمت عليه؟ هو قرار يعني مش هقول ندمت، اللي ندمت عليه لما مانويل جوزيه قال لي العب باك ليفت، وانا قلت له لا انا مش يعني مش لاقي نفسي في المركز ده والله. فمن هنا بقى بدا ان هو، ما خلي بالك حصل قصه طريفه جدا. ايه هي؟ انا لما مانو جوزيه كنت جاي من نادي السوشيال الفرنسي اعاره، كان عندي 19 سنه، فقال لي انت العب باك ليفت هتبقى كويس. قلت له لا انا مش بلعب راس حربه في المنتخب الشباب وهداف المنتخب وعايز العب في الحته اللي قدام. فالحته اللي قدام دي كانت مقفوله. مين بقى؟ متعب وفلافي وتريكا وبركه، يعني ما فيش حد هيلعب فيها اصلا. فانا ما اقتنعتش بالكلام ده وكنت صغير في السن، مش يعني ما عنديش بقى الخبره الكافيه. وبعدين تعدي الايام و هو قال لي هتلعب في مركز ده تبقى كويس، فانا ما تقبلتش الموضوع. تعدي الايام ورحت الاسماعيلي، بقيت باك ليفت النادي الاسماعيلي فتره ومنتخب مصر. يعني كانت نظرته سليمه. واحنا نازلين بقى الممر كده بتاع استاد القاهره، انت عارف الممر الطويل ده، قابلني فبسلم عليه وكده، قال لي شفت مش انا قلت لك زمان العب باك ليفت وانت ما رضيتش، شوف انت دلوقتي تلعب في منتخب. فدي من الحاجات اللي فعلا اي لاعب لازم يسمع المدرب، لان المدرب بيشوف احسن من اللي في الملعب كتير يعني. دي ملحوظه حلوه جدا. ما استمرتش ليه في الزمالك كتير؟ هو انا ما بعتبرهاش تجربه يعني، مش ندمان يعني. طبعا شرف لاي حد انه يروح الزمالك. انا مشيت من ليرز البلجيكي في شهر 3، انت عارف الدوري بيخلص في 3 هناك، وتأيدت مع الزمالك في شهر 3 ولعبت شهرين. فحسيت ان انا ماليش دور كبير، وجات لي اصابه في اخر السيزون، فكلمت مع كابتن احمد سليمان ساعتها وهو رفض ان انا امشي، وقلت له انا هتنازل عن كل مستحقاتي. وكان ساعتها مستر ريكاردو البرازيلي كان يعني بيكلمني من البرازيل وقال لي انا بعمل مشروع جديد وعاوزك تكون متواجد معايا وكده، فمنها بقى يعني. احمد سليمان كان ماسك ايه في الوقت ده؟ كان لسه ماسك في مجلس الاداره الجديد. في مجلس الاداره لما مسكه بقى. اوكي. طيب الزمالك من وجهه نظرك ما بيفوزش ليه بالدوري اديله 5 سنين؟ الزمالك انا بشوف ان الزمالك كابتن مدحت للامانه اخر موسمين من احسن الفرق اللي بتقدم كوره في مصر. صحيح. لكن هم تحس ان هم فرديين شويه. يعني ما تيجي تمسك عناصر، لا بن شرقي، زيزو، شيكا، اوباما، مصطفى، ساسي، طارق، لكن انا بحس ان هم جماعيا مع بعض. اللهم ان بس الفتره بتاعت كارتيرون اللي هم خدوا فيها السوبر يعني تحس ان هم فعلا تيم ورك واحد. هو ده اللي بينقص الزمالك، ان هم بيبقوا مجموعه. ودايما مش عارف ليه نفسه في الدوري مش طويل يعني، ما بيستمرش، هو ده عيبه الوحيد بس. هل الاهلي قدم مستويات قويه في البطوله الافريقيه هذا الموسم؟ لا. وعايز اقول حاجه برضو، النادي الاهلي بقى له فتره كبيره جدا ما قابلش فريق قوي باستثناء سان داونز والزمالك، مده كبيره جدا. يعني من ساعه ماتش سان داونز السنه اللي فاتت والزمالك دول اقوى فرقتين، كل اللي قابلهم بعد كده الاهلي ما انا بشوفهم مستواهم متواضع يعني. هل تتوقع ان الترجي يلعب مباراه قويه امام المولوديه؟ بص يا كابتن اقول لك على حاجه، الترجي من مصلحته ان الزمالك ما يصعدش. ليه؟ لان الترجي بيلعب على اللقب. الزمالك هو منافس مباشر ومنافس حقيقي. الزمالك فريق قوي. وهو كان بيفكر على اللقب، فيقول لك انا ابعد الزمالك من ايه؟ من طريقه. ولكن اتمنى انه يلعب فير بلاي ويكون نادي جماهيري كبير، ويعني الترجي ليه تاريخ كبير في البطولات الافريقيه. فلازم يكون مثال لكل الفرق سواء الصغيره او الكبيره ان هو يلعب بشرف، لان دي مش كره قدم يعني. والترجي فريق كبير جدا. اخر سؤال في الجزئيه دي، تمام، مين الاقرب للفوز بالدوري؟ الاهلي.
الأهلي قولا واحدا. طيب مع فقرة تتفق أو لا تتفق، ولكن بعد الفاصل. طيب الفقرة دي فقرة سريعة شوية، متفق أو مختلف؟ تمام. رئيس النادي الإسماعيلي وراء ما يحدث للفريق، متفق. متفق بسبب تغيير الأجهزة على طول. ما فيش بسبب تغيير الأجهزة، كل حاجة، تغيير الأجهزة وتدخل في التشكيل وفي اللاعبين وفي الاختيارات وكل حاجة، كل حاجة. الإسماعيلي خرج ولن يعود، مختلف، هيعود إن شاء الله، هيعود. أبناء الدراويش تخلوا عن النادي، مختلف. مين اللي متماسك بالنادي؟ مفيش حد. كل الناس لما بتطلب الدعم سواء يعني كان عامل مبادره كابتن علي غيط قريب برضو ورحنا له كلنا اسماعيليه وعملنا لا ما حدش بيأثر يعني. الناس كلها نفسها تشتغل ويبقى ليها دور وربنا يوفق اي حد موجود ويبقى النادي دايما في اعلى المكانات يعني. ممتاز. الاسماعيلي لم يستفد من لاعبيه المحترفين، متفق. متفق. ما استفادش. لا. موسيماني ليس على قدر الاهلي، متفق. فعلا اصل موسيماني كانت مدحت جه عشان الكره السريعه اللي بيلعبها في صن داونز وعنده الامكانيات في النادي الاهلي والكواليتي اللي يعمل الكلام ده، ومع ذلك لسه ما شفتش النادي الاهلي يعني. انا حاسس الاهلي بيكسب بشخصيته وشعبيته وتاريخه وان هو برضو الانديه بتنزل خايفه منه، لكن اداء النادي الاهلي كاهلي لا. ما لا. اوكي. جوزيه ظلمك في الاهلي؟ لا، مختلف. مانويل جوزيه هو افضل مدرب اجنبي في تاريخ الاهلي، متفق. متفق. الأهلي حقق نتائج تاريخية مع جوزيه لأنه فرغ الأندية من نجومها، هو أنا متفق طبعا في المحلية، بس برضو الأفريقية نفس الكلام. لا يعني لا، متفق طبعا أنه هو جوزيه سبب نجاحه أنه جاب ده من هنا وده من هنا، فالأندية كلها فاضية، والدليل على كده أن الفترة دي كلها ما كانش فيه منافس حقيقي للنادي الأهلي داخل مصر. الأهلي حقق نتائج تاريخية مع جوزيه، قلناها خلاص. الزمالك خرج اكلينيكيا من بطولة دوري ابطال افريقيا، لا مختلف. ترجي يعملها ان شاء الله يا رب. الزمالك غير قادر على الفوز بالدوري بسبب فردية لاعبيه، هقول متفق. هتقول متفق. يعني مش بسبب لا ادارة ولا مدربين، لا اصلا اللعيبة بتبقى في الملعب بينزلوا 90 دقيقة، لكن هي المستحقات طبعا هي بتظل هي الصداع الرئيسي في دماغ اللاعبين. لو المستحقات متواجده خلاص مفيش مشاكل، مفيش مستحقات هتلاقي مشاكل بالهبل يعني. الاهلي لا يجد منافسه حقيقيه على بطوله الدوري، متفق طبعا. انديه الشركات وراء رفع اسعار اللاعبين في مصر، متفق. المهدي سليمان ظلم في بيراميدز، ظلم فنيا ولا يعني ظلم ان هو بقى بره الصوره وبالتالي بدا يعترض وبالتالي اخذ جزاءات؟ لا ما ظلمش، لا ممكن نتكلم فنيا ان هو كان ماشي كويس وجيه وشريف اكرامي لعب عليه، دي حاجه تانية، لكن لا انا يعني طب لعب شريف اكرامي عليه هل ظلم فيها المهدي ولا كان هو شريف افضل من وجهه نظرك فنيا؟ لا هو شريف كان بقاله فتره ما بيلعبش والمهدي كان عامل بصراحه فتره كبيره جدا فانا بقى لا يعني بقى مختلف، لا ما اتظلمش، وفي الاول وفي الاخر وجهه نظر فنيا ما اتظلمش، لكن انت بتقول ان هو افضل من شريف. هو كان ماشي كويس في عرف الكوره، الجون اللي ماشي كويس بيلعب، اللي هو مين اللي ماشي كويس؟ اللي هو المهدي سليمان. طيب لما ما بيلعبش خلاص ما هو موسم جديد، فجم لقوا شريف اكرامي هو الافضل. ما ينفعش ان المهدي برده حتى لو هو مظلوم ما ينفعش يطلع يتكلم عن النادي بتاعه برده في الاعلام بالصوره دي. انا اتفق معاك. الكره المصريه تفتقد للنجوم الكبار حاليا، ما بشوفش في عندنا نجوم كبار باستثناء يعني 4-5 لاعبين، لكن زمان كان في نجوم كتير حتى أوي. اللي ما بيروحش منتخب يعني على الجيل ايام الجيل بتاعنا اللي ما كانش بيروح منتخب، هتكلم عن النادي الاسماعيلي مثلا، انت رصيت 14 كان عبد الله السعيد وكان عمر جمال وكان عبد الله الشحات وكان محمد حمص وكان ابو جريشه وكان الناس دي ما كانتش بتروح منتخب لان كان في برضه للامانه عتاوله يعني كانوا موجودين في المنتخب. فلا دلوقتي انت هتعد على يعني هنعد على اصابع اليد يعني قليلين. فرص الأندية الشعبية أصبحت معدومة في المنافسة على البطولات مع الأهلي والزمالك في ظل تزايد أندية الشركات والأندية الخاصة، متفق. متفق. بيراميدز يتعرض لضغوط من السوشيال ميديا، متفق طبعا. ليه؟ عشان معالم الصور تركي آل الشيخ كان في مشاحنات بعض الشيء بينه وبين جمهور الأهلي وفي البداية، ولا عشان بدأ هو ينافس الأهلي والزمالك؟ لا هو ما بينافس الأهلي والزمالك، ما بينافس، لا ما بينافس، لكن هو فعلا في السوشيال ميديا تحس خصوصا الأهلي عاملين سبوت كبير جدا على بيراميدز، وحتى في النتائج يعني لما بيراميدز بيخسر دلوقتي تلاقي في فرحه على السوشيال ميديا كتير من الاهلاويه.
التحكيم يظلم الفرق امام الاهلي والزمالك. لا مختلف. مختلف. كان زمان الكلام ده. المنتخب بأداءه الحالي غير قادر على المنافسه بالفوز ببطوله امم افريقيا القادمه. متفق طبعا. لا لا متفق. المنتخب بعيد جدا 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 كل البعد. كل البعد. حسن شحاته هو افضل مدرب للمنتخب. متفق طبعا. متفق طبعًا. هو الافضل. ثلاثة أمم أفريقيا ورا بعض، سوء توفيق في مباراة كأس عالم للقارات مع الجزائر، كأس عالم القارات يعني. لا طبعا متفق طبعا. متفق. آخر حاجة عندي، كرة القدم في مصر ليس فيها مجاملة. لا مختلف. مختلف. فيها مجاملات كتير. وأصل خلي بالك يا كابتن مدحت، الناس فاهمة المجاملات غلط. فاهمة إن المجاملات إن مثلا هلاعبك، لا، ما هي المجاملات بتبدأ إن أنا بديك فرصة واثنين وثلاثة، فظل إن في زميلك أحق بالفرصة دي، أنت مع اللعب زدت وهو فضل زي ما هو. فدي مجاملة يعني. اتفق معاك. انا بس بعد اذنك حاجة اخيرة، عشان انا متابع الفقرة بتاع حضرتك دايما بتاعت المعلقين الجداد. انت المعلق. انت المعلق. في بصراحة ولد سمعته حضرتك اسمه عمر نعيم، وهو يعني كان بيطلب الدعم بتاعي. كنت دايما كده انا والشلة بتاعتي الحاج ياسين خليفة والمقدم حسني السويسي دايما بنقعد كده نتفرج مع بعض. فالولد ده بصراحة ممتاز، وانا وعدته ان انا على الهواء يعني هجيب اسمه مع حركة ان شاء الله يكون. احنا عرضنا له. عرضنا ليه قبل كده. عرضنا له. فاتمنى ان شاء الله يكون التوفيق حلفه، عشان انا بس يعني وعدته يعني. طيب. احنا في لجنة هنا كبيرة. احنا بنجمع عندنا ما شاء الله اعداد مهولة. لا هي الفكرة ما شاء الله جديدة. من نوعها، فدايما تلاقي الحاجة الجديدة كانت مدحت الناس الى حد ما. يعني هتلاقي فيها شعبية، تلاقي اللي ليه قرايبه، اللي ليه اخوه، اللي ليه مش عارف ايه، طب فدايما بيدعمه، فبتبقى حاجة جميلة يعني. وفي نفس الوقت دعم ومنافسة بين الشباب يعني. كابتن احمد سمير شرفت ونورت. نورت يا كابتن. انا سعيد جدا ان كنت متواجد مع حضرتك النهارده، ودايما متالق، ومزيد من التوفيق دايما يا كابتن. اشكرك. شكرا جزيلا. شكرا. مع اصابات الملاعب، ولكن بعد الفاصل.